بقول دكتورة أنا طول النهار زوجي في الشغل وما بيخرجش خالص، يا دوبك بيجي بالليل وياكل وشوية وينام. أنا عارفة أنه غصب عنه بس أنا بزهق، ما فيش وقت نقعد مع بعض وما بيكلمنيش في حاجة خالص معايا، وبيحسسني أن أنا وحشة او حاسه بفراغ عاطفي. يا دكتوره مش عارفه اعمل ايه. بص يا بنتي، هو طبعا يعني الراجل اللي بيحاول ان هو يكفي اهل بيته وان هو يشتغل دوام في دوام، نعم مش انا طبعا طب خلينا نكمل. الزوج اللي بيبقى شغال دوام في دوام عشان يكفي بيته ويكفي عياله ويكفي كذا، الفكره ان هو طبعا بيبقى عاوز يكفيكم. بيبقى ساعات بيحس ان طلب زوجته للكلام العاطفي والمشاعر، انت هايفه او انت ايه اللي انت بتعمليه ده، او علشان يلهيكي في نفسه كلك روح انت وحشه وانت كذا. لكن هو مش دي الحقيقه، هو مطحون ومفيش وقت عنده للمشاعر، ولو كان عنده عاوز هيبقى وقت الاجازه ولا يوم الاجازه وخلاص على كده، او ان هو في اي وقت خلاص قضى حاجته وانتهت القصه على كده. لكن انت خليكي زوجه ذكيه، خليكي زوجه ناصحه وزوجه ذكيه. اول حاجه انك انت معلش يعني كلمي قولي له بالراحه انا فعلا محتاجاك، وانا نفسي الازواج بالله عليكم اسمعوا الكلام ده واسمعوا النصيحه دي. دلوقتي انك تكفيها اكل وشرب والكلام ده ما بقاش في احتياج اكتر واولى من احتياج الزوجه وللمراه في العصر دوت لكلام المشاعر. ليه؟ لان الدنيا متفتحه لها يا ابني، الدنيا خلاص بقت قد كده، وشايفه ده بيقول وشايفه ده ان شاء الله بيكذبوا ولا ذئاب الليل وذئاب الفيس وذئاب الواتس وذئاب الشات اللي بيخشوا في كل مكان ويقعدوا علشان يكلموا زوجتك وانتي طب ردي طب مره طب سواخ. انت ما تعرفش، لازم الاشباع العاطفي. والله وانا اكاد اكذب ان في الوقت ده ان الاشباع العاطفي عند للمراه وللزوجه في الوقت ده هو اولى واولى واولى من الاكل والشرب. ليه؟ لان انت كان الاول الدنيا مقفوله على بعضها وخلاص، هي ما بتشوفش الا زوجها ومعاملاتها المعاملات، لكن دلوقتي في انفتاح شديد جدا، في انفتاح، عماله تشوف على الاستاب ما اعرفش ايه، وعماله تشوف على الانستا ما اعرفش ايه، والتاني اللي مش عارفه جايب ايه وما اعرفش، والدنيا الناس كلها عماله تصور حياتها، الناس كلها بتصور حياتها الشخصيه وحياتها كذا وعماله بتطلعها على الميديا، ودي بتشوف ودي بتشوف، وتعيط تقول لك يا حسر عليا وعلى الجوازه النيله السخه اللي انا اتجوزتها وعلى كذا، وانت راجل انت مش زي بقيه الرجاله ليه، وتنقم على زوجها وبعدين تنسحب شويه بشويه. دلوقتي بتطلب منك بعد كده خلاص هتيأس منك وتنسحب. استغفر الله استغفر الله، لو مش طيبه ومش اصيله ومش محترمه ولا تخاف الله عز وجل كذا مخرج، كذا مخرج للقصه دي. والله تاني يا رجال ان اشباع العاطفي لزوجتك اولى عندي في الوقت الحاضر ده من اكلها وشربها وحاجتها، قال هو اشباعها عاطفيا. قول كلمه حلوه، بحبك، عينيك، اي حاجه، اي حاجه في البدنجان، المهم انك انت تشبع. قولي عايزه ايه 10 دقائق، احسب 10 دقائق، اقعد معاه ال 10 دقائق دول، وانت كذا وانت كذا، خلصوا ولا خلصوا ال 10 دقائق خلاص سلام عشان مخي مش جايب اكتر من كده. هترضى والله، لكن بالطريقة وبالشكل ده طبعا غلط جدا جدا.